معي عبر سكايب مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون بدمشق وريفها. أهلا بك معنا، ما الإضافات التي يمكن أن تقولها لنا مازن فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم، اولا اسمح لي ان ابدا من الاخبار العاجله من هناك. يعني حقيقه في هذه اللحظه قصف عنيف جدا بالمدفعيه الثقيله والميدانيه والرجمات الصواريخ بالتزامن مع اشتباكات، يعني بعد سيطره قوات النظام امس على قريه بسيمه تحاول التقدم الان باتجاه عين الخضراء. هناك معارك شرسه جدا تجري في هذه اللحظه، بالاضافه لمعارك اخرى على محور اخر من جهه محور كفر الزيت. ايضا هناك محاوله من ميليشيات اسد اقتحام المنطقة أو معظم قرى وادي بردة من عدة محاور كما ذكرنا بتزامن مع قصف مدفعي. نعم. بالنسبة لورشات الصيانة، يعني منذ مساء أمس بدأت عملها من أجل تنسيق سلامة قناة المياه الرئيسية وإعادة تأهيل النبع. سوف يليها ضخ المياه نسبيا إلى العاصمة دمشق في الساعات القليلة القادمة. طبعا حتى اللحظة لم يتم تقييم الأضرار، لكن يعني الآن اللجنة تحاول قدر المستطاع يعني بالسرعة القصوى تأمين ولو يعني قسم بسيط من المياه إلى العاصمة دمشق. أها، يعني نتحدث عن ساعات، ذكرت ساعات لموضوع هذا الإصلاح سيتم من خلال ورش صيانة فقط. نعم ساعات. نعم، ربما ساعات أو غدا صباحا يعني، لكن نعم. هم يحاولون الإسراع من أجل ضخ المياه إلى قرى وادي بردة وأيضا إلى العاصمة دمشق. طيب كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع مؤقتا؟ قلت مازن بأنه يحاولون قدر المستطاع تأمين المياه إلى السكان لحين العودة التامة للمياه، كيف؟ طبعا عندما دخلت ورش الصيانة إلى المنطقة أدخلت معها جميع العدة من أجل إصلاح العنفات وجميع وجميع العده كانت برفقتي من اجل اصلاح العنفات. طبعا النظام يعني قال انهم يعني اصلحوا بعض العنفات وانهم بداوا بضخ المياه، لكن الى الان لم يتم التاكد من ان المياه قد بالفعل ضخت الى العاصمه دمشق ام لا. لكن بالمقابل كان هناك خروقات من قبل ميليشيات الاسد. يعني كما ذكرت لك النظام سيطر على بسيمه والان يحاول اقتحام عين الخضراء، اذا هناك خرق للهدنه المبرمه بين النظام. نتحدث ايضا عن 8 قتلى مازن بغارات النظام على شمال غربي سوريا، لا اعرف اذا كانت لديك معلومات اضافيه حول هذه النقطه. طبعا الغارات لم تتوقف منذ 24 يوم، يعني حتى يعني في وادي بردة هناك تعتيم اعلامي، لا نعرف السبب عن ما يجري في المنطقه، لماذا يتم التعتيم عليه؟ يعني 24 يوم حقيقة ربما أكثر من 2000 غارة جوية استهدفت المنطقة خلال الفترة. النظام يخرق الهدنة، من المفترض أمس الساعة 12 ظهرا أن تبدأ الهدنة ووقف إطلاق النار، لكن للأسف ميليشيات أسد لم توقف إطلاق النار والقصف المتواصل ومحاولة اقتحام قرى وادي بردة لم تتوقف حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون بدمشق وريفها.